أنا وزيزكم تفاجأنا هذا الصباح بوجود قرار سمعنا عنه أنه تشكلت لجنة للتفاوض وللحديث على مشكلات الجهة. هذه اللجنة نحن نقول لا تلزمنا بشيء. وكما اللجان التي تأسست من قبل هدفها هو انفصال الغضب الجماهيري وهدفها هو إعطاء أقراص مخدرة لهذه الجماهير. فقط وهذا نقل مباشر من المعتصمين إلى السيد الوالي، ومن الممكن أن ينقل له الفرقة المختصة والفرقة العدلية وفرقة المخدرات وفرقة مكافحة الإرهاب بإمكانها أن تكتب تقارير وتضيف ما تريد وتحذف ما تريد. استمعوا إلينا جميعا من الوالي إلى أعوان الأمن أننا نريد حياة كريمة إلى رئيس الدولة على السيد الوالي. هذا نقل مباشر منا نحن المعتصمون للجهات المسؤولة. نحن نريد حياة كريمة، نحن نريد الحد الأدنى من متطلبات الحياة. سيدي بوزيد، سيدي بوزيد تعيش تحت خط الفقر. سيدي بوزيد وسيدي بوزيد
الناس في الصحراء. ربي يسلمك، 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 ربي يسلمك